احنا النهارده بنحتفل بحفل خريجين كليه الاداب قسم اعلام. بسعدني النهارده ان يكون معايا لقاء خاص جدا لانهم مع زمايلي واخواتي واصحابي. معانا المخرج الاء منسي، القاسم مشترك النهارده في كل الاعمال الفنيه اللي قدمت عن طريق قسم اعلام. استاذ الاء اهلا بيك معانا. اهلا بيك يا امين، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ومعانا مدير التصوير خالد نور الدين، اللمسه السحريه والقاسم المشترك لمعظم الاعمال اللي قدمت النهارده. ازيك يا امين؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. الحمد. ومعانا عاشق الكاميرا ومدير التصوير اسماعيل ابو بكر، اللي دايما بيعمل لفات دايما كبيره جدا، وكانت اخر سفريه ليه كانت للدنمارك. واهلا بيك معانا يا اسماعيل. اهلا وسهلا استاذ امين. اهلا وسهلا. النهارده ما شاء الله معظم الاعمال قاسم مشترك المخرج علاء منسي. ربنا يبارك فيك يا امين. واحنا طبعا كاذاعه وتلفزيون شمال الصعيد قناه الصعيد بنقدم دايما الدعم والمشوره لطلبه قسم اعلام، لان ده دورنا. دورنا مش كقناتنا بس، احنا دورنا بيتعدى المرحله ديت، لان دول اخواتنا الصغيرين وهم اللي هيشيلونا بعد كده. فكان واجبنا طبعا ان احنا نقف مع قسم الاعلام التعليم المفتوح وكليه اداب جامعه المنيا. الحمد لله رب العالمين، خلال 8 شهور اللي عدت ديت قدمنا لهم اللي نقدر عليه، وزي ما حضرتك شفت النتيجه الحمد لله رب العالمين. الطلبه بقى متفوقين جدا، ومتوقع ان هم ان شاء الله هم اللي يشيلونا في المستقبل باذن الله. الاء انت قلت كلمه مهمه جدا رن في دماغ كل الموجودين حتى هذه اللحظه. قلت لهم انا بقى لنا 20 سنه احنا شغالين، ورغم ذلك انا اتعلمت من الاولاد. والله بص يا امين، انت يعني انت طبعا مش هنزكيك للجمهور، انت كمذيع متميز عارف ان الاعلام بتاعنا مش هنوصل له لحدود نهائي ابدا. انت هتفضل في المجال ده لحد ما نطلع معاش ان شاء الله، لو كان لينا عمر هنفضل نتعلم. الاعلام الشاطر سواء كان مخرج او مذيع او معد او اي وظيفه من مجال الاعلام لازم يستفيد من خبرات الاخرين، حتى لو كانت فكره صغيره كده، زي ما علمنا اساتذتنا الله يرحمه الاستاذ نبيل هاشم، ان لو فكره صغيره انت متهيألك ان فكره تافهه جدا، الفكره ديت هي اللي ممكن تضرب وتبقى معاك كويس. هم الطلبه كده كانوا بيدوا افكار على سجيتهم، احنا كنا بنبلورها بخبرتنا، كانت بتطلع حاجه كويسه جدا الحمد لله. خالد نور الدين عشر كاميرا ومدير التصوير، يعني الشغل في التلفزيون اصعب ولا الشغل في البرامج اصعب؟ في التلفزيون هو عموما الميديا، عموما كل الميديا معتمده على حاجه واحده بس، الفكره. اذا كانت عندي فكره كويسه واتبنيت الفكره وشفتها من كل الجوانب، يعني مثلا الكاست كامل كعمل، اذا كان مصور جيد وكويس يعرف يصيغ الفكره اللي كاتبها السيناريو، والمخرج يكون معاه يوجهه يديله الاوردر بتاعه صح وكويس، الفكره في الاخر بتطلع ليها مضمون، ليها شكل الناس بتحس بيه. اكتر فيلم عجبك من الافلام الموجوده او بذلت فيه مجهود؟ هو بصراحه فيلم اتوبيس الحياه، لانه حاسس ان فعلا لمس الواقع، يعني مش جايب حاجه فكره من الخيال وبينسجها، لا حاجه من الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي. كمان امنياتك يا خالد للاولاد، او سؤال بمعنى اخر، هل الاولاد ديت بيبشر بالخير مستقبلهم؟ فيهم امكانيات كويسه جدا وفيهم مواهب، والدكاتره اصلا في كليه اعلام يعني مساعدينهم كويس وبيدونهم الخبره في النظري، واحنا بنحاول برضو في الجانب العملي ان احنا نفيدهم اكتر. شكرا لك. سعيد، ربنا يخليك. صديقي اسماعيل ابو بكر عاشق الكاميرا. اسماعيل يعني انت لسه من شهرين تقريبا كنت لسه راجع من الدنمارك، وجيت على مشاريع طلبه بيعملوا يعني الحاجه، يعني في البدايه لسه مش عايزين ناخد مقارنه، لكن عايزين نعرف الاولاد دولت يعني تفكيرهم واصل لغايه فين، والمستقبل بيبشر بالخير بالنسبه لهم ولا لا؟ هو التجربه اللي مع الاولاد دي كانت تجربه جميله جدا، بس اكتشفت ان هو الجيل الجديد ده عنده رؤيه جديده، بيبص للمواضيع برؤيه مختلفه عن الناس العاديه. المفروض طبعا الاعلام يكون عنده رؤيه سابقه في ان هو يعبر عن مجتمعه وعن نفسه ويبقى مبدع. تمام. ببارك لك برضو اسماعيل على اخر حاجه كانت حاجه تبع جامعه الدول العربيه، خليك تقول انت للجمهور. يعني شرفني ان انا امين مساعد في شعبه المبدعين العرب التابعة لاتحاد المنتجين العرب اللي بتبع الجامعه العربيه. تمام. انا امين مساعد لشعبه التلفزيون، ودي شعبة كبيرة بتضم يعني كوكبة كبيرة من الإعلاميين، وهي تعتبر شركة إنتاج ضخمة بتصرف عليها الجامعة العربية.
تمام. اكتر مشروع تخرج عجبك النهارده؟ يعني مشروع تبيس الحياه كان مشروع لذيذ وفكره جديده. اسماعيل بتمنى لك التوفيق، وانا سعيد انكم بتمدوا يد العون لشباب هم هيبقوا الصف الثاني لينا. الحمد لله، يعني احنا بنحاول نعمل اللي